جدلا نعم قررت القوى السياسية الموافقة على تعديل قانون الانتخابات شبه إجماع نصف إجماع لا يمكن كيف سيعدل قانون الانتخابات والبرلمان نايم وديشخر معطل إلى أشعار آخر. وإذا تم تفعيله ما تعتقدين أنه هذه يعني جزء من ما بدي اسميها وقاحة بس يعني اكو تحدي مزاجية سياسية انه اني معطل مشاريع هواية نعم تهم المواطن واجي من اريد اختار واصلح موضوع البرلمان اصلحه لاجل مصلحة سياسية. متى سيعود البرلمان؟ هذا القانون سيعدل في البرلمان واعطيني توقيتات سقوف زمنية تفضلي. بالمناسبة يعني قضية التوافق السياسي والانسجام السياسي هي هاي قضية تهم المواطن. زين إذا يختلفون بيناتهم مصير مشاكل ويرتفع الدولار وترتفع المواد الغذائية وإهمال المواطن يقول دصافوا بس خل نخلص زين. بس خلي يصافون حتى تنحل المشكلة. طيب فبالتالي قضية يعني تغيير قانون الانتخابي في تقديري أنه هي هاي قضية بعيدة جدا. شفنا مثلا تيار الحكمة مو واحد من القوى الممثلة في الإطار التنسيقي من جاب 4 بانتخابات الدوائر المتعددة هو شبه جمد دوره بالعملية السياسية بالتالي اليوم هسه هو بهذه الانتخابات جاب 25 أيضا تحالف الفتح يعني جاب مقاعد كبيرة حصد نتائج كبيرة فلا يمكن أنه يضحون بهذه النتائج ويغامرون ويعودون من جديد النظام الدوائر يعني دولة القانون يغرد وحده وخارج السر في تقدير يعني شاف مصلحته مختلفة النتائج ما كان متوقعها فلذلك يريد يلجأ لحتى الآن إحنا مجرد يعني اليوم عامل خارج راح يدخل في سبيل يعني بطريق التعديل أو بطريق رفض التعديل هسه إحنا ممكن يكون أداء ضاغط العامل الخارجي شي يكون مؤثر يعني هو مع نظام الدوائر أم ضد نظام الدوائر أكو هو يؤثر بطريقة أو ما في الانتخابات طبعا اكيد يؤثر اليوم بانتخابات الولايات المتحده الامريكيه العامل الخارجي اللاعب الروسي واللاعب الصيني كان موجود اللي هي تعتبر بلد الديمقراطيه اليوم احنا العراق البلد محوري البلد تتنافس القوى العامل الدولي والعامل الاقليمي يتنافس على ان تكون له يد طولة في العراق لا يؤثر العامل الاقليمي والدولي مؤثر في كل انتخابات في كل انتخابات دول العالم حقيقه طيب. هذه حقيقه موجوده لا نستطيع ان ننكرها زين.